حداثة تكوين الفريق، ودي الحاجة المميزة والجيدة. النهاردة كمان كان في ماتش ما بين الأهلي وأصحاب الجياد في دوري كرة اليد للسيدات، والأهلي فاز بنتيجة كبيرة 44-11. خلونا نشوف لقاءات ما بعد هذه المباراة ونعود مرة تانية. يعني كل مجهود الجهاز طبعا، كابتن يحيى وكابتن محمد فهمي وكابتن صلاح وكابتن أوشين، بس وخلاص هما تقريبا داخلين على السيمي فاينل والفاينلز بس. ويعني انا متوقع ان شاء الله الفرقه دي هتاخد اول، يعني يا رب. اهم حاجه ان الفرقه يبقى عندها روح بس، وهو يعني هي الفرقه هنا كلها طبعا خايفين كلهم على بعض وبيشجعوا بعض، واللي جوه الملعب زي اللي بره الملعب بس، فده طبعا هيخليهم يوصلوا لاي حاجه. يعني احنا الحمد لله كنا مركزين وكنا عايزين نفرق من بدري عشان نلعب مستريحين. اداء كل واحده فينا الحمد لله كانت كويسه، والحمد لله الماتش ماشي كويس. هو طبعا هيبقى فيه ضغط وتوتر شويه لان الماتشات اللي جايه جامده، بس ان شاء الله نتمرن كويس ونعمل اداء كويس ان شاء الله. طبعا بقى اللي بره بيشجع اللي جوه، روح واحده، بنبقى عايزين ان كان ضيع او ما ضيعش بنفضل نشجع بعض عشان نفضل مكملين على نفس المستوى، وكلنا ايد واحده، ده اللي بنقول عامه على طول. والحمد لله طبعا المكسب النهارده على اصحاب الجياد بسكور كبير، بس الحمد لله طبعا ان احنا اصلا في المحاضره قبل الماتش كنت بكلمه في المحاضره، مش موضوع في ماتش النهارده، احنا بنجهز لعندنا ان شاء الله الكاس في يوم 16 ويوم 17. في الماتشات دي يعتبر اعداد ان احنا للماتشات دي، وربنا يكرمنا في المرحله الجايه ان شاء الله. طبعا الحمد لله في تصاعد او كل حاجه، بس هو بقى الفتره الجايه دي هي الحصاد، تعبنا كله بتاع السنه كله بقى، عندنا نهائيات كاس النهائي والنهائي، وعندنا برضو نهائي القاهره، وعندنا طبعا دوت المجمع، هي ده الحصاد، كل تعب كله من اول الموسم من شهر 7 فتره الاعداد لغايه دلوقتي، هذا ده كل ده تعب وشغل وتمرين وكل حاجه عشان حصاد الفتره دي، فلازم التركيز. كنت بقول لهم ان التركيز الفتره الجايه دي مهمه جدا، ان احنا علشان كل تعبنا ده ما يروحش في الفتره الجايه دي، مهم جدا ان احنا ربنا يكرمنا في الفتره الجايه ونكسب ان شاء الله الكاس والدوري والحاجات كلها. انا بحفزهم طبعا اللاعبات على الكلام ده، ان الفتره الجايه لازم، مهم جدا، التركيز بيزيد، الطموح بيزيد، الروح بتزيد، ان احنا ربنا يكرمنا في الفتره الجايه ان شاء الله.